مرحبا، اليوم وصلني طعم الطحين. رح نفتحه ونشوفه سوا ونشوف الجودة تبعته. هاي الكاسة الحليب وهاي كاسة السكر وهذا الغطاء تبعها الحليب. هذا غطاء شو؟ هذه غطاء هاي السكرية وهو الفنجين والشاي طبعا. كمان من 5 فنجين مثل هيدول ومعاه معالق صغيرة 2 4 6 ومعالق وسط كمان 6. طلع في كوب كمان بيتكون من 6 كوب طلع. وهذا بريق الشاي وهذا طلع غطا بريق الشاي. هاي الطريقة مهضوم والكواليتي تبعته كتير حلوة. بتكون يجي معه صحنين على طريقة جهات التقديم. بعدي شوي الصندوق لهون. بيجي معه 1 2 3 4 5 6 صحون وسط و6 صحون بهالكبر. شيلي 6 صحون شوربة غميق شوي. وبيجي معه جات للسلطة أو للشوربة مثل ما بتحبوا. وبيجي معه 6 كاسات شوربة. تمام، هيك الطعم كامل وحلو ناعم. الكواليتي تبعته مرتبة. يعطيكم العافية على المتابعة وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب والله معكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك وشكرا لكم.